الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إلهي با سبحانه وتعالى ينوصو الدرين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سوء نوبر دين الإسلام سوء نوغب الدالو دقن ندي حما إسلام كورتي چري إنه غانا ديغا كوكو سفايسان دقن ندى ونأكسن أنفعيا الدنيا دا مالمها يتشوغان يمالك إلهي سبحانه وتعالى الهرتب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إلهي سبحانه وتعالى وكأميين تكسو دحساري ووحيودي الرسول إيجا كميدا. إلهي سبحانه وتعالى رسول كاسم حوصو ديري سي كتاب كإلهي ضدك وبره يا حكمة دعاء سنة يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقانه فدد كدق مدى أولاك سنين وكدق أمد كسفيسن وكتل مامن دق وناك. أيها المسلمون عباد الله، دق مدى أولاك سنين إسلام كورتي تشري كمدة من أخلاق الجاهلية وحاكمدة الشائعات الكاذبة ورارك بين تا فافا الى اسلام دحقاده ويدو ان له بين لغر تبا احكام اذ لغو حمتو داد لا اسكاقه هركينو كوا كلا لغو لايو او لغو ديلو داد لغو كلا ديلو وناقي دحيو دا يالي ميش لغاقه سارو. الهي سبحانه وتعالى وعيد يقود دي ادك وحو قوة جاهي قوة جعل حمان تضدك مسلمين تاين يكون حفافته. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. عذاب وحنوتي الدنيا آخرة بكل يهين قوة جعل حمان إن يكون حفافته تضدك مسلمين تاه. إن ورر بين اللفافية وحرب نفسي قديم لأهل الأغراض الفاسدة والدقال نفات وددك النفتو دي الروح دو دلقو قادو وددك يوشيد دوين كحله ولقود باعي ودين عدو بدن أرنتا دبات تدد وأي قادينا والأنبياء والرسل والدعاة والصالحون من عباد الله والنبي يدي الرسول شيء لهي وصادري يددك يددك وناك لدح جوغي وقويا ريي يا دومي إلهي ونك سناء تسالي يا شهد وآد بيقبدين في الكتاب والسنة كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. إلهي وحوري صلى الله عليه وسلم محمد سيدا ديقا يمركو ليه ونوالا وبينتا يكاقفا في نيان مرنا إليه وفللو مر إليه وحاني وقبي لوصوم الملوقي أيا رسوشي أديك كاه الرئيس مدول أو كم دابن الغير التواصوا به بل هم قوم طاغون مي صدر دار مينو أي كتر شدين مايا وقوم حد قدبسن دادك حد قدبس صفات كودة يردق مدودة أيوم بيارين تاسي كميتها. نبي الله نوح وكيكوري إنا لنراك في سفاهة وحانكو أرقنا إنا تهيقف وحمقرطاء وإنا لنظنك من الكاذبين وحانا نفلينا بين الياشين كميتاه. إن هذا لساحر عليم. نبي موسى عليه الصلاة والسلام إيه سيدا كويرا هذه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون وفساد كي أوينا للك كودي
ayaa dacaayad beena ka faafinayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi muuse calayhi salaatu wasalaam oo lahaa waxaan ka baqanayaa diintiina wanaagsan inuu beddelo ama inuu dhulka dhexdiisa fasaad ku faafiyo ilaa uu soo ifbaxo wahaakada daaqa nabiyuna calayhi afdalu salaati waltasliim min alami shaaicaat maa daaq nebigeenni maxamed calayhi salaatu wasalaam xanuunka beenaha iyo dicaayaadka la faafiyo wax daran buu ka dhadhamiyey sidaa ilaahay uu sheegay waa saaxir waa beenaale waa waalan yahay intaba waa ku lahaayeen almunaafiquun iyagoo la dagaalamaya diinulislaam si ay u magac dilaan nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay weerareen qoyskiisi iyo gurigiisii caaisha radia allahu canhu ayay been ka sameeyeen fashaaca haada alkadibu bayna annaas wantashara intishaara annaari fi lhashiim beentaasi dadka aad bay ugu dhex faaftay dabku xasaska iyo waxyaabaha jilicsan siduu ugu faafo ayay dadka ugu dhex faaftay dad badan baa ku fitnoobay oo rumaystay waa laysla dhex qaaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam arrintaasi aad iyo aad bay u dhibtay ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta dhacdada noocaasiya duruus iyo cashara ayuu ka baray ay ka mid tahay dadka muslimiinta marka been laga faafiyo markiiba inaan la halqafin oo aan laysu sii dhiibdhiibin lowlaa dhanna almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayr lowlaa id samictumuuhu dhanna almu'minuuna waalmu'minaat bianfusihim khayra been abuurkaa markaad maqasheen maxaad u rumaysateen maxaad u sii faafiseen aad isugu dhiibdhiibteen dadka mu'miniintahay naf qudhoo kale weeye sida aanad naftaada xumaan ula jeclayn walaalahaagana ha ula jeclaanin saad u jeceshahay wanaag in lagaa malaysto oo lagaa fisho adiguna walaalahaaga muslimiinta saasoo kale ka filo wanaag ka malaysa walaalkaaga muslimka ah ayuha almuslimuuna cibaad allah shaaicaadku iyo beenaha la faafiyaa fasaad iyo dhibaatooyin fara badan ayay dadka diintoodii iyo adduunyadoodaba u leeyihiin beenaha la faafiyo waxa u waaweyn kuwa ilaahay subxaana wa tacaala laga sheego miyaanay qaarkood odhan ilaahay baa subxaana wa tacaala walad iyo zawjo leh waa been faaftay oo malaayiin min annaas oo maanta caalamka dushiisa kugula nooli ay rumaysteen oo caqiide ay ka dhigteen imisa waxaanu ilaahay xaarantimayn qaarkood ay yidhaahdeen iyagoo been sheegaya ilaahay baa xaarantimay oo beentaasi ay faafto waxaanu ilaahay xalaalayn imisa been iyo shaaicaad lagu xalaalayay beenaha u daran waxaa ka mid a alkadibu calaa rasuuliillaah beenta nebi maxamed laga faafiyo oo axaadiidaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaan oo dad looga qaateeni aanay soo tebin in laysla dhex qaado nebigu calayhi afdalu salaati waltasliim wuxuu tilmaamay dembi weyn inay tahay war aan la hubsan rasuulka calayhi salaatu wasalaam in laga sheego man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa maqcadahu min annaar qofka been aniga iga sameeyey isagoo arrintaa u kasay booska naarta uu ku leeyahay ha u diyaargaro bimacnaa naar buu gelayaa xaqiiqatan waxaa kaloo rasuulku calayhi afdalu salaatu waltasliim uu sheegay xadiid qofku aanu hubsan inuu nebiga ka sugan yahay iyo in kale oo beena hadduu sii faafiyo labada beenaale midkood inuu yahay man rawaa cannii xadiidan yaraa annahu kadib fahuwa axadu lkaadibayn qofka iga wariya xadiid uu malaynaya inuu been yahay labada beenaale midkood weeye beenaalaha koowaad waa kii sameeyey beenaalaha labaadna waa kan sii faafinaya isagoo aan hubsan ayuha almuslimuuna cibaad allah maxaa lagu dilay cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu saxaabi jaliila oo min ahli ljanna ahaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xididkiisii ahaa oo laba hablood oo hablihii nebiga ka mid ah u dhexeen oo islaamka wax badan u taray oo maalkiisa iyo naftiisa iyo cilmigiisa intaba islaamka kor ugu qaaday waxaa lagu dilay shaaicaad beene la faafiyey wuu eexday qaraabadiisu u eexday cadaalad waxba kuma xukumo
فخرج عليه الخوارج مركاسي خوارجتي خبقاتين حتى قتلوه إلا إدلين علي بن أبي طالب رضي الله عنه محال قد لي شايعاتك أي بينها فافا أي القد لي بينها فافا تدك الدين تود رباتوين بيقول ليهن وددك إلى الدين كدكتان خرافات هي بدع هي وحان شرين أي صاب نقضان وحديث بينت النبي محمد لك السمائي يكو ضعيف كي اللوغ قاتلان وصورين أسبابها أبداً إكينا بدعوين يوحان إلهي الدين كردقين إن دين لغا دكتو إلهي لغو عابدو أيه كمديهين دادك النفتو دا أيه صهيدان صداين وتصاليني إردقو دي شرفتو دا مالي لغا قردو أيه صابان أن تصيبوا قوماً بجهالة إلهي با سبحانه وتعالى تلمامي وران له بصنين وصابوا نقضو داد إن عرب كاللغو حسوقو أرنت نوع عاسي وكدلتي جهلي أقول الآن أما جهلي أقونتي لقرنيي ولقو عمل فلواي وررك لفافية بنتي الله بصني وحساب النقدان انهيارات اقتصادية ومددن دقاله دو إلو بابوه وودل كالقلوه وحساب النقدان اضرابات سياسية كعدونه إيو دقناش الآن حق هجامنتا إيو نبت قليدا ولهذا بغن كنوع عاسية السلام كواد بولد قال لمي وحانو إيالي حلول جذرية ماها حل دل كحادسة أما حمد شبينة حل بغن كنوع عاسية قفك قلبي جيسة كفو تشيني وشيري دا يحد الددو بحناي وكرني قايا قف بغن كاسياد وقفك سيانو نفتيسة دين تيسية ومديسة من نبان وقل لباتين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده وله الشكر على نعمه وآلائه، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، حلوش الإسلام كرغن كنوع عاسية وكد ويي وحكو كأه رغن كاف والحمدي سددك إنو أموتي وددك اللوع عاي سيدغن كنوع عاسية نفهو دا يوقب آن وانا مرنا برالي وقلنا قن إني كسي فوبان وحكم إذا حلوش إسلام كوية لي دغن كاحن إن ددك الله فري التثبت في الأخبار ورارك السوق قارية إني آد سقهو بصدار وقفك وركستو السوق قارة آن وكو الرمين وددك لآن وسيق قارسين إمر والبطلادة وقدر صدا وركاسين وبين لغن كاروه وبين تاسي مركو شيغة كدب الدباطة أي كدالتنا أي دعي كرتها دوينو كم مروغو دا قرآن مروغو حبو ترهين وحكم دا قواعد الأخلاق قواعد دا أخلاق دا أي واوين قفك مسلم كائن نقضى قفه بسيمة بدن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا إلهي سبحانه وتعالى وحور السقو مؤمنين تلا الله قف فاسقي هدو قف كستو الله قاتين آن هايوه وان عدالتي وناك آن لغو أغين هدو ورويدين شاقو اسكهو صدبور إلهي سبحانه وتعالى قف كو هدو يهي قف مجهولة وان لقران هاينا عدل هو أم فاسق وقف فاسق با من سوا قف عدل يلوغ قاتين وركي صلاة قبل ما أيو إلا عدل قران يو صفات كالغو قران يو وركا أي سوريان ما أنت سوشيال ميديا ها وراركا كتيرا الدين يا الدويبا كصاب صن تدك إن بدن السودة وقاتان أحكام بي كرداليان ويسيفا فيان يغون قران هين وركا قفك الدوبي يكا قري حالة دي سوران هين أما جهول هو فاسق أم عدل أرنت نوع عاسين وات إلهي سبحانه وتعالى إنو ديدو إنو قدقي تدك غير كودو فسق لغوغي هايو إنتا سوچير ورر بين الشيغي أيا وركود الله إسكا قادان أيا مركاسا أحكام لغو دي سيح فتصبحوا على ما فعلتم نادمين دبيتنا وحال السميو أددك وركود إلا قاتو أحكام لغو دي سي أيا قوراني مروغو وحبا تراهين الدنيا دوشي دا ما آخربا قفك وكم مروغون أيا ورانيا ألا محا
islaamku wuxuu diiday qofku war kasta oo soo gaadhaya inuu sii faafiyo كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع رواه البخاري ومسلم وفي الدنب كلبها دانو السمعين لأين دنب وحا وقف الله وحكا استوء مقلبا إنو كور رمو سي شاقه ويا واحد مقليسا حقيقة الوحا يسوكو تيران رن إيا بين بيسوكو تيران حق إيا باطل بيسوكو تيران دانت شاند الله هاي وحكا استوء عد مقشا عدقنا عدسي فافسه مراد قرطو مراد أشخاص وشاكتو إيا مراد كو قرطو ورقاضي ورسيدياش ومشرق إيا مغربات كردو وحاد مركا نقونيسا قف بين إيا باطل فافنتي سكا قيب قاتي أياد نقونيسا أدون إسلاحين بينالة أياتاي أياد بينالة نقونيسا ويا بينالة ياش وركو دي أدون إسكشان دين أيا رونتو دي بينتو دي لبادة باد فافيس احذروا هذا يا عباد الله الرنك هذا اللوغة الدكتون هذا قارهان عصرقان يوختقان يوتيوب دوين كإسلام كوية لي دغن كاحن يا حلال كوكو دوية وحكمي ده وفك مسلم كاينو عرب كي سكات كاضح ووح خير نمدي سوهوبا مويانا وح كلانو كوهدل إنو أغادو وحانو كوهدل يوردان إلا قريب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد خير إيا الشر وحاد كوهدل شو ملائك هيغنو إلهي وكو ديريبا كا قريسا قرال كان حسابا كدام بيسا العلم يقار كود إيا أهل الخير كسيدة إمام أحمد وكالي حتى وحي اسكا إلالين تيرين انت اسكا إلالين كريان مركا حانو الصدان إنا آدو طاهان اسكا داف هذا الكالي وايو وحن دون يابو ورن تيري صحيفة دا أما وراقا عمل كيغا لغو قري خير موين وحكالينا لغو قري هذا الكون هو سيدي سبا وصدح نوع هذا الخير نمدي سواء عده هاي إيا هذا الشر نمدي سواء عده هاي إيا هذا الخير إيا الشر من نباء الله هين لبدا كلارين كود وعدي كودن بيانا وبلا فائدة وفك مسلم كان إسلام نمدي سواءنا قيدي قروح ديدي لما يسترن كيد وحكم ذا وحان فائدة ديني دي مدى الدنيا من نباء الله هين إنانو كهذا سورة النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحن فائدة الدين دي مدى الدين من نبان كل الله هنا كشقين كان هضلي وهي هولها كويا لا يا آخرك وأنفعيا يا هولها الدنيا كويا لا انت سي يا هولك وغفلا نبي عليه أفضل الصلاة والتسليم حديث البخاري مسلم وريا عن أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إلهي آخر قفك الرميسان خير أكوال وخير نمدي سوهبا هديك لنا هسكامس وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عبد الله بن عباس قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم خير هذا الوضع غنيميسان دونتا ودفايدي شر كان كامس لفها قاياد وبدبادي دونتا هذا الكون أكسني قروبات كي وحيابا إلهي اللو قد وادا يكمدي هذا الكحمنا الدون كإلهي سبحانه وتعالى وكفو قيا رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم وفك مسلم كاي إنو عرب كيس كاد كادو سلامر كان عرب كيس ويهي شيقة وشركة أبدا يدن بقى أبدا وكوكا لا يعدي مركي لو يدي عن أكثر ما يدخل به الناس النار وحاوب بضان يددك نار يكون قليان الفم والفرج يقول رسولك عليه الصلاة والسلام والدنبقى أفكى لقو قلو إيا الدنبقى فرج يقلقو قلو مركي أفكى مسلم كاهي وإنو آمسنان تكد دالو وخير نمدي سأوهوبو أما ويران دنب إنان وهين أوهوبا موياني حتى وحاو كشكيك هذا الكيس وينو سكدائي ترى النبي محمد بحيبة وحي تهيق ما بضن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وحاد كشكيدو خير يشارك يا حمان إيا السمان واحتري وحي لك أولي هاي اسكتك وحاند وناقيس كشكي سنين وكو عدي هاي بضن كاحقي سوك عبو الرسولك عليه الصلاة والسلام وحيابا إسلام كدقن كنوع عاسية وكدوية وحكمي ده إن قفك مسلم كان لو شاقي
وحكستو وكهد الله إلا ويدين دونه أمام رب العالمين سقو إلهي سبحانه وتعالى هرتاقن إلا ويدين دونه خيري الشر وحل عليه وحكوه اللي هو إلا ويدين دونه يدو إساقي إلهي عدوك للترجمة ساري كرين موقف كنوع عاسية آتك أوين آتك وعلوس بقاها بضاني قفك مؤمن كاو حدوا وقال نقونا يا إنو بين عد شاقو أما ورانو هو بينينو الشاقو حلال كإسلام كودقان كا كدوا يوحا كمي دا بين تأييف والحمد دا يرايات كحنحونا يكردالانا يا الدنيا دا انت اللتشوقو يرباتوين كآخراء اللي دا هاي دات كاين بدن اللو عدي إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا بينت اسكيل عليه بينت هو الدنبي وين دنبيه كلانا قفك ووصاب تا إلهي باب بين على كل عقابية دنبيه كلانا وصامي دنبيه دون النار باي صابا قفك بينت الشيقية بينت كد دالي إلهي اكتي سوحو قلا ليسك بين على ياش أيو قلا إسلام كوحو لدك على محنت وهذه يتشير عليه شائعات كيفا فنتا وركا وناك سنين غيب كنغط نمي ماذا يدير الدرا لها نبي قوح صومر إلى بقبري سيد بن عباس وريه في البخاري ومسلم فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير لبدا قف حبالها كتير ولا عذابية وحلقوا عذابية وحل اسمها وإن يسكد أيانا يكون عصلا يتسير فضل بي سكد إنكرين فضل باوقيسي أما أحدهما فكان لا يستطر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة متكادي دانو سكاقا تنشيري وساتارك سلادك وبدأي وفكادو سلادتك طهارة سوء العشان يا كادي دانو حاية نجاسات كواسك دورية ككلا نوحها مدتك الدرى الدرى على لدح صعدة وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن حذيفة لا يدخل الجنة قتات قف درى الدرى عليه شندة الكلمة وقدم بين إسلام كوحو كباقي وراركا ومدى راد كوين كويا لانيا داد كالدين تود الراد كويا لانيا نفوهو دي مالكو دي عرضيقو دي الراد كويا لانيا دقالوهو دي قود راد كويا لانيا هقامين تود الراد كويا لانيا حتى رمبها هادانا إنا لفافن اللو عليو واركا قفكي أقادا إنو الشيقو المختصين قد كارمها سيلا قاركا هذا تيارين ديني ده العلم جاينو الشعب سيأيق وارن كاسي حل ديني وقو الشعبان هذا تيارين هو قامين تكو صابصا إيا نبت قليا ده إيا بقاها يوحي لها المالا قد كمدح داينو الشعب إلهي با سبحانه وتعالى دليعيي كوا مركو سوق قارو war umada nabadgelyadeeda iyo baqaheediya ku saabsan faafinaya faafintaasina ay saab u noqonayso warka inay maqlaan dadan si sax ah waxba u miisaamayn dabatana ay qaataan go'aamo aan walaagsareen sadad muslimiina inay laayaan u dhigooda ay daadiyaan kuwa kale inay caayaan ama ay xantaan dad inay isku diraan oo iska horkeenaan ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka sida yeelay warka culus faafinaya ربي سبحانه وتعالى أرن كودا وكدقو وكديري وحانو أمر كبحيي وراركا علوس ووين إراد وين ومد اللحظة كجتقية عدة أرن تاسيله التخصص كيدا لين لو عليه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلهي وحد مركو إيما الدو arin iyo war iyo dhacdooyin ku saabsan nabadgelyada iyo baqaha iyo waxyaabaha la xiriira waxa nabadgelyada raad ku yaalanaya ama baqa sabab aya iyo argagax way faafinayaan adaa'u bihi in sharu tifiyada idaacadaha facebook meel walba waa laga ridaya ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay taasi xal iyo khayr ma keento shar iyo fasad bay dhalaysa waayo warka seeno haraba u tilmaanay wuxuu gaadhaya warkaas dadan si sax ah waxba u miisaamayn oo u qiimeynahay dabeytana waxa ay gaadhayaan go'aamo khaldan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala sharciyiisa iyo diintiisa khilaafsan
واجب كوحوها إلى يعليان نبي عليه الصلاة والسلام ركن الله رسولك رسولك إلى أي وحاسة دعي سو رسولك عليه الصلاة والسلام حل علمي حكمة كل سن ومدى وقشاقه ويعليان كوا هقامين تودية تلدو دقعان تقوية هديتها هقامين تمامل ومضحدها يا هديتها هقامين تدينيت والعلمي قولوا الأمر قال بدا قولوا الله سكوه راهدو إلهينا ضدك وأمري وحي وناقين كوا الدعاء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإلا أمر منكم إيقا أرين تاسي إنتا أي كفر إستان ويكبار أندقان حكم كالصحدة أي لا يدهي صار لها حلك ونكسر أي لا يدهينا وشيق لها إلهي بين سبحانه وتعالى كبر ينا إنو وافتيو عرب كينا إنا إنو كيلا لنوحي عن خيرهين وقدم بين يا عباد الله وحديعي كرتشا يعادو الشخصين كساب سنتا يقف ساتي عائشة لقد سمي أما عثمان يتصالى يمسوا قادم وحلق قدبون ضدك مسلمين تاهي قفك ولالكو دي حمان لو قصوا الشيقو الدان واهين قف حمان تمركو هرب اللقوية قانو كعام بحي إناي وناك كم ريستان ومركي بقلبي قود آني قلن قف كاسي حمان تايلو السمي وطلد إلهي النسي مركو للولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا إن الخير كما ليستا ومركي با حبو حدي بالقو يري وزين استبالقو يري خمر بو عبي مركي با إنا ندوررك أقبلين خير يوناك ولالكات كما ليستا وحيصاب نقون يساوركا لك الشيقين ندهبسط ووركا سيهدي وياهي رنا قنتي سواد قاري أدون مركو ردك دقين هدي وبين يهين قفان بين فافين وحبنا عن كل سن أياد غندونت وكير النبي محمد عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ما لها حنسك إلى عليا إن أدوح عدينا هاي ننقف حمان وأتكما ليست وتهمد أدوح كل استتون وحل الشيقة وحاو بين بضن أي ملوه كميديا أكثر ظن كذب صباح ما لها بدن كيسو مركة دنباء بين مديس أي عدات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.